في الاستماع لمدغة الإذاعة القريبة منكم برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في تحليل نفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. مرحبا بروفيسور. مرحبا لاله سناء، بارك الله فيك. شكرا. اليوم غادي نتكلموا ملي تيكون زوج يعني مستقيم محب للزوجة ديالو لأطفاله كيهتم بأسرته الصغيرة، يعني عايشين عيشة مرتاحة، يعني أسرة سعيدة، وبمجرد ما الوضعية المالية والاجتماعية للزوج اللي هو رب الأسرة يعني كتيسر أكثر، كيصبح كيتغير بالكامل يعني في معاملته مع زوجته، كيميل كل الميل لكل ما هو خبيث، يعني كيبغي يعيش حياته كيف تنقولوا، كيصرف كثار، كيبذل المال على حساب الاسره ديالو. فعلاش بروفيسور هذا التغيير وبهذا الشكل؟ علاش ما يفكرش الزوج على انه يعيش ويصرف ويبذل في كل ما هو طيب مع زوجته ومع وليداته؟ العلاقه المرضيه مع الاشياء ومع نفس المراه، إنسان في القانون يحول بين المرء ونفسه. أنا في العديد من الجلسات ديالي مع أحبابي أستاذ قضاء، تنشكرهم بزاف، الأستاذ الوكيل العام أستاذ زيوتي، الأستاذ منصف قاضي مجلس الأعلى، أستاذ عبد الله عشوان قاضي، أستاذ العلوي رئيس محكمة، الأحباب سيم الجاوي، الأحباب يعني كثار في وسط القضاء اللي أحبابي الله يجزيهم بخير، واللي كيهتموا بالجانب الفكري وراء مهمة القضاء. هادو ماشي ناس، والحمد لله راه كثار، يعني هادو عي على طرف اللسان، وأنا جيت نعذر ما نساليش. احنا شغلنا الشاغل وهمنا هو ما بغيناش نكونوا ناس ديال الحسابات. ناس الحسابات يعني هو كيمشي يدي الواجب ديالو كونطابلومون راهي لي كلين، صافي ادى الواجب، قاضي سال الملفات، موظف سامي في اداره سال الملفات، صحفي في اذاعه سال الحصه ديالو، صافي. احنا ناس نؤمن بان الفكر الاسلامي بصيغه التوحيد اللي عندنا في الفكر الاسلامي، اننا نوحد. شنو هو التوحيد؟ هو ان تصبح بالفكر ديالك، بالعمل ديالك، بافعالك، بالنوايا ديالك، بالعمل ديالك، بالعباده ديالك واحد. احنا الفكر الاسلامي راه ضد السكيزوفرينيا، فهو علاج للامراض النفسيه هو الفكر الاسلامي. وهذا السكيزوفرينيا هو ملي كيتشتت الانسان، فهو شخص في بيته مع زوجته، وهو شخص واحد اخر في عماله، وهو شخص واحد اخر مع نفسه. فالقانون يحول بين المرأة ونفسه. كيف؟ كيفاش القانون؟ مؤخرا في واحد الجلسة مع الحباب ديال القضاء، قلت لهم بالنسبة لنا احنا الناس اللي كنهتموا بشيء ما علوم الفكر والفلسفه اللي تعنى بشؤون الانسانيه، قلت لهم بالنسبه لي القضاء والمحكمه هي اخر مؤسسه ما بقات فوق منها غير امارات المؤمنين فقط. هي مؤسسه كتشتغل بالنصوص التشريعيه، ولكن ملي كتحط النصوص التشريعيه ما كتحكمش فيها شي مؤسسه الا مؤسسه امارات المؤمنين. احنا عندنا في المغرب. فقلت لهم بالنسبه لي انا في هاد اخر مؤسسه في القضاء عندها دور اجتماعي، لانها في رايي ما خصهاش تبقى فقط كتقول هاد الفعل ها العقوبه ديالو، خصها توسع حتى الافعال الاخرى الخفيه اللي جعلات هذاك الشخص يوصل ارتكاب الجريمه. واحد القاضي صديقي كنت كنتكلم انا وياه هذا الاسبوع كيروي لي انه جابوا ليه واحد القصير مزوجه بالعرف دابا في 2014 في مدن كبرى، عائله همجيه، اعطاو بنت تنكح بالشفاوي. علاش؟ باش يتهناو منها. صافي كبرات وفخرات، ما قدروا يقريوها، ما قدروا يخدموها، ما والو. شنو نديرو؟ اجي عافاك، ما حد باقا صغير، هاك ديها لدارك، قدي بها غراض، ملي تكبر وتبلغ اجي نديرو معاك الوراق. صافي؟ ملي هاد البنت مشات تفتارس
قلت لكم زريبه هي في المجتمع زريبه، وكيف تيقول الاستاذ عبد الوهاب الدكري الله يحفظه طولنا في عمره، سوق البشريه ورا المزايده. بعد ما مشات هذه الفتاه لا بعقد زواج لا بوالو، وتكرفسات في هذيك الحياه الهمجيه، رجعت للدار فاذا بهذاك السيد اللي صافي شبع منها وسالم منها، تيجيب لهم حوايجها وتحطهم تمشي بحال. تعاود لي هذا القاضي قال لي ملي جلسنا كنفتحوا في هذا الامر، قال لي ودرنا ليه تبوت زوجيه ودرنا ودرنا، قال لي شنو رايك يا استاذ؟ قلت لي لا ما كافيش. قال لي بحالاش؟ قلت لي والام ما تسالش وباها ما يتسالش؟ قال لي رحنا مقيدين بالنصوص. قلت لي هي يا استاذ من النصوص، ولكن المجتمع شكون اللي غيعطي معنى للفعل؟ راه كاين الحكم على الفعل وكاين معناه، ها هو القاضي حكم، شكون اللي غيعطي المعنى؟ شكون اللي غيحاسب فاعل المعنى؟ اجل لا ما غنحكموش عليك، لان هي في الحقيقه ما ارتكبتش هذيك الام جريمه، ياك ما ارتكبتش، ولكن تاخذ غير جمله مفيده، تاخذ غير جمله مادام ان احنا ما قدرناش في النصوص ديالنا. دابا هذا هو الخطا اللي عندنا في المجتمعات العربيه، حنا كيسيل الدم شي عندنا دابا حنا في المجتمع الجريمه حتى يسيل الدم، ففي القانون ديالنا كنشجعوا العنف. وكي جاتك دابا هادي؟ لان مادام ما قدرناش نشخصوا العنف المعنوي ونوضعوا ليه مسطره، جيب سيدي امها، عيط لما دخل عيط لبا، اجي سيدي انتم واش عايشين في 2014 ولا عايشين ورا الشمس؟ هذه البنت هذه حيت لقيتوها ما عندها محامي درتو فيها ما بغيتو، وانت غنحكموا عليك تصبغ الجرادي ديال المدينه، وانت هي غتمشي تصب تغسلي المواعن وتصبني المانطات بالايتام اللي هما موجودين في دار الخيريه في الثانيه. يا ريت عاشي نهار على حلم وتم خارجه هذيك الام وغادا تعيب يديها تصبن، مالك يا لالا؟ فمي دارها لي يا لالا فمي، علاش؟ تخيل لا احنا عندنا حقوق الانسان، عندنا الديمقراطيه، الديمقراطيه اللي كتغاطي شدينا المفاهيم وقلبناها، فباسم حقوق الانسان وباسم الحريات باسم الديمقراطيه، ها شنو درنا؟ خلينا ناس يرتكبوا الجرائم بالدفع، واللي شداتو الكاميرا يتعلم، فهذاك اللي كتشدو الكاميرا كفى بركه هو اللي غنعطيوه درس للمجتمع، ياك؟ واللي دافع لا، فقط من اللي فعلت امريكا المسطره في الارهاب عاد ولاو المجتمعات العربيه كيزعموا في الارهاب فقط. دابا جماعه كتنوي تدير فعل ارهابي كتنوي، كما كانت امريكا لان خصهم هما الامام ديالهم امريكا يتقدم عاد كيتبعوا، ما يقدروش هما شويه يتبعوا ويتقدموا ويديروا شي حاجه، لا الدول العربيه كلها قال لك كتصلي، ترى كتصلي وراء امريكا سي، اش كتصلي في كتصلي؟ راه كتصلي قبليه في مكه، ولكن راه الامام الكبير راه في امريكا، والله ما قالش هذاك اللي في امريكا نوضوا تصليوا ولا صلاوا. فهنا احنا في هذه البرامج شنو دورنا؟ تنوريو الزريعه الاولى اللي غتعطي المصيبه، المصيبه هو الفعل اللي غادي يشدو الشرطي والقاضي، ولكن المفكر ما خصوش يولي هو كونطابل ويبدا يقول هذا فيولا هذه خايبه، وحنا خصنا نمشيو للفكره ملي تحطات في الثقافه الاجتماعيه اللي غتدور بحال الفيروس وغتسبامي لي سبريد عباد الله وغتدخل تسكن ليه في مخو، الفكره اللي سبامات لينا مخ عباد الله الا وصلنا ليها تقدر لربما تعفينا من هذه من الافعال. الا احنا عرفنا نكبروا شويه الفهم ونوصلوا لواحد جهاز مناعه فكري اللي نحاربوا هذيك الافكار. لاحظوا ما يش غادي يقول الله سبحانه وتعالى في الباب، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الغريب في الأمر أن النصيب والكفل في العربية بحال بحال، النصيب هو حظ من الشيء والكفل حظ من الشيء. سؤال، علاش الله استعمل جوج كلمات؟ وحدة
سميتها نصيب وقدم حطها قدام شفاعة حسنة، والأخرى سميتها كفل وحطها قدام شفاعة سيئة. كأنه تورينا بأنه ستون بالانس كونطابل فيها الديبي كريدي، لا كولون هذيك اللي على اليسر اللي فيها الديبي سماها كفل ودار حدها شفاعة سيئة، ولا كولون اللي على اليمن لاحظتوا سيدي ربي كيفاش حتى في العربية حتى في التعبير راه ماشي صدفة. مزيان تيقول لكم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واه 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 مزيان. لاحظوا معايا، قال من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. شوفوا لا تيوغري زونسومبل، شوفوا التسميات، شوفوا لا كاليتي دو لابيلاسيون. شوفوا أصحاب النوموكلاتور اللي كتقراو سيونس دو لونغاج، اجيو قراو عندنا سيونس دو لونغاج، نقراو لكم قواعد سيونس دو لونغاج. شوف الله قال من كسب، لاحظوا معايا قال كسب، ما معنى كسب؟ يعني شراها بالفلوس. قال كسب، بغيتي تكسبي المال خصك تعملي، بغيتي تكسبي الصحة خصك نقاها، بغيتي تكسبي الجمال خصك تحبي الخير وتحبي من وراء الخير بلا طمع، بغيت يحكي هذا هو الكسب. قال الله سبحانه وتعالى من كسب يعني خسر عليها الفلوس. باش بدا لنا هو غيدخل لنا لا بيولوجي ديال سيونس دو لونغاج، شوفوا الله يدخل لنا لاناتومي بيولوجيك. لاحظوا معايا دابا غنتخيلوا سيئة خلية، ها هي ان سيلول خلية وحدة وحدة سيئة، كاع الناس البيولوجي راه عارفين ديفيزيون سيلولير. هاني شدي خلية وحدة وحطيها في واحد السائل تاكل وتشرب، واحد شوية غتولي جوج، واحد شوية غتولي أربعة ها؟ شوف اش قال، هو دوالنا في الديبار على سيلول خلية وحدة قال سيئة، وكلها وشربها وعطيها تاكل سيئة، اش غدير؟ غتكاطر واش غتعطي؟ أحاطت به مبقاتش سيئة ولات خطيئة. بان لكم لاناتومي دو لونغاج السي ولا اللي باغي دير الفرنسية، اللي باغي دير النقليزية، كي غنديرو معاه هاد الخير هذا؟ شنلوحوه؟ كي غنديرو فيه؟ وسولو سولو سيونتيفيك كيلي لا فونكسيون ديال لا نوميناسيون او نيفو دو لاكيزيسيون دو سافوار. وسولو سيونتيفيك الكبار، ما تسولوش هذوك اللي حافظين تيعرضوا كيديروا كوبي كولي من حبابهم ديال الانترنيت. سولو هذوك اللي كيبدعوا اللي ما بقاوش عندنا منهم بزاف. فملي كتحوط بيك الخطيئه، الخطيئه شنو صحات؟ صحات ايدونتيتي. اللي كانت سيئه ما كانتش ايدونتيتي، شنو كانت؟ كانت سيلول باقي ما تكونش عندك المخلوق. ها هو واحد سليم خليه قالك رد البال، هذيك السيئه وحده غتولي ديفيزيون ضرب 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 ضرب، وشويه غيولي معاك مخلوق. مخلوق والو بابك قدامك، اش غيدير؟ غيتلوع لك بحال 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 الاخطبوط غيتلوع لك. واحاطت به خطيئته. فدابا حنا شنو كنديروا؟ بلا ما كنشعروا كنقترفوا وكنكسبوا بالفلوس، كنشريوا. كاين اللي غيمشي يشري 100 درهم كونيكسيون باش يمشي شاطي في واحد الميضع مخبي في واحد القهوة ويبقى تكربك تكربك لحتى هو كسب، شتي مشى شرا بفلوس كونيكسيون بفلوس، وشرا اورديناتور ولا مشى كراه ودار الموديم ها هو وخلص قهوة ها هو 200 درهم غتخسر باش يكسب شنو؟ سيئة ولا جوج ثلاثة ضربة. سبحان الله في العشية ملي كيدخل عند مرته ما غاتجيش لونفي، غاتمشي ما غادي يبقى ما غاتجيش مرته زوينة، غادي يمل منها. لا يا أخي راه ماشي مراتك ما زوينش هذيك العشيه، لا هادوك السيئات اللي سيلول كي سو ميتيبلي هذيك العشيه ما بغاوش ياكلوا هذاك الطعام، هذاك الطعام نقي الا كلاو غيموتوا، هما اصلهم سيئه النتاهه. دابا شدي واحد لي لارف دو موش، هذوك الدويدات اللي كيتزادوا من بطن الذباب، وحطيهم في العسل وحطيهم زيت العود غيموتوا ياك، ولا حطيتيهم في الجيفه عندهم العلس. هادو جربوا شدوا الدويدات ديال 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 الذباب لي لارف دو موش وحطوهم زيت العود، ياك زيت العود كنحماقوا عليها نقيه كناكلوه، لوحوا فيهم الدود ديال الذباب وشوف غيدير غيمات. شدي هذيك الذبابه بنات هذوك البويض هذوك الدويات ديالهم شدهم وحطهم في واحد الطرف ديال الحم حاشاكم خانز
وشوفي العرس غيدير العماريه وبداو يتكاثروا علاش؟ لانهم هما هذاك الطعام هو اللي يقبيه. فلقيت هذيك السيئه كتدخل، ناس كيسحبوا لانكونسيون، كيسحبوا النفس شي حاجه ما عارفين هي، كيسميوها لي زاميريكان لو سوب كونسيون. شنو كيسموها زاميريكان سوب كونسيون؟ سوب كتعني اون دسو، تحت، يعني تحت الكونسيون. الكونسيون بالنسبه لهم هو العقل. حتى دابا ولا عند سيغتان سيانتيفيك امريكان، الا حاليا في لونيفرسيتي ديال كاليفورني، اللي ولات كتبحث في لي ديفيرون ديتا دو كونسيونس، هي اللي ولات شويه مختلفه. الاوروبيين خدامين كيتنازلوا على واحد الطرف كبير من العلم، امريكان خدامين كيجيو ليه. إذا مستمعنا توقفوا للحظات مع فاصل علمي، وغادي نرجعوا نواصلوا دائما برنامج بكل وضوح رفقة الكاتب والباحث التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. وفرصة على نستقبل مكالمتكم الهاتفية، واللي مرحبا بها دائما في برنامج بكل وضوح اتصلوا بنا على 05 22 46 52 50 51 52، ولا 05 22 43 00 00. تفضل بروفيسور. في هذه العلاقه ديال 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 الازواج اللي كيكون فقير، اغلبيه ديال الناس فقراء، ماشي كلهم، كاين واحد الاغلبيه منهم كتلقاه ساخط على الوضعيه حيت فقير، ما حاملش راسه، وكيلوم يا اما سرا يا اما علنيا مباه. ثم ولدتونا وعلاش ولدتونا وتعديتوا علينا ملي ولدتونا، ويسبوا في والديهم. ساخط، شي هذاك اللي ساخط بحال متربص، بحال شي 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 نمر طاوي يدو رجلو، خصو عاد يدوز حدا شي 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 طريده، شي غزاله، ولا شي شي حيوان يفترسو يتعب عليه. فملي تيكون هو مطوي مبراكي محبو فيه الجوع، حنا المغاربه تنقولو الحصير. عرفتي الحصير بالعربي اش كتعني؟ كتعني الدابه اللي ما عندهاش القوه باش تزيد، كتكون متوتشه. هذاك هو الحصير. يرجع البصر اللي كحصير يعني متوتش. عندك صحابو الحصير راه هو ذاك الزربيه ديال الدوم، راه هو سميتها الزربيه الدوم، ما كتحركش. ولكن في الفصحى العربيه الحصير هي الدابه اللي ما عندهاش باش تزيد. والله في من قال الحصير؟ قال في صحاب النفقه، قال ما تنفقش مالك كله حتى تقعد حصير، ما يبقاش عندك باش تحرك. فهذاك الفقير اللي ساخط على الوضعيه تيكون حصير، تيكون شاد الارض. لانك الربط اللي درت ما بين الحصير والحصير، تيكون شاد الحصير، شاد الارض. علاش؟ راه حيت ما عندوش المازوط باش يديماري. اما هو لداخل راه تيغلي. واحد النوبه دايز غادي لدار بوعزه، وكانت باقا ما عنديش طوموبيل، وكان ساين طاكسيات، وكان حي حبيبي الطاكسيات البيض الله يرحم لكم الوالدين، ما حد دار بوعزه محسوبه على الدار البيضاء، ما يجزكم بالخير بلا كتعتقونا بالمركوب، تعتقوا الناس، لان كانت محسوبه هي على الدار البيضاء، ما غيتكرفسوش المواطنين نهار السبت والحد، يبقاو تما في الشموش يندبوا ويتكرفسوا، ما كانش خلاص ما عندو فين، بقاو كيوقفوا في الشانطي، حتى ان بريبوس ما كاينش دار بوعزه، دار بوعزه راه محسوباش على الدار البيضاء، راه محسوبه على قوقاز. فكنمشي لطاكسيات البود كنساين جنوبتي، كتم خارجه واحد الدريه من كاريان، وتتحيد الصباط ديال البيست، وتتلبس صنداله ديال الشياكه، وتخبي الصباط ديال البيست في الساك، وتمغادى. واحد البنت وقفت حدايا بحال هكا، قلت لها اختي شنو فالا بقيتي غادا في الصباط البيست مالو؟ قلت لي يا انت مالك؟ قلت لها اختي انا ماليش، انا بغيت نفهم، بغيت غير نفهم علاش خرجتي من الكاريان وحيدتي الصباط بالبيست ولبستي هذا الشياكه. ما هو سمح لي اختي انا شويه مسطي ما عنديش عليها. ف دابا هذا شنو هذا؟ دخول الشبوك، باغي زعما نطفل على هاد البنت، ولا باغي شويه نشنق على البلاده؟ علاش الفقير ما كيبقاش فقير؟ لا علاش؟ علاش؟ لانه لداخل مراضيش، فاجتهادات هما اللي تيقولوا في المغاربه الله يجزيك من المشتاق الى ذاق. هذاك الحصير هو راه كيظن بانه محاصر به، لان السين كتحرك الى صاد، ورا بزاف الصاد، راه بزاف باش توصل مقام الصاد، الصاد راه شي حاجه معده.
فين فالفيلاج كتجيبك لقيت اللي كتجي واحد الدرويشه وكتزوج بنيه كتزوج بنيه باغا الحلال كدير وليدات ربي تينزل البركه والمسلم الحر ما تيعرفش رزقو اللي بين يدو واش ديالو ليه ولا ديال ولادو كيتصرف فيه. نحن نرزقكم واياهم نحن نرزقهم واياكم. سير عارف يا خويا واش الدرهم ديالك وكل منه ولدك ولا ديال ولدك وكل معاه فيه. انا بعدا وكنشهد الله شاهد عليا الى كاع الرزيق اللي عطيني لولادي انا ديالي كليتو صافي. حيت الواحد اللي كان من العارفين بغى يكون من العارفين بصح يعرف هذا الرزق اللي عنده واش ديالو ليه ولا ديال ولادو يتصرف فيه. انا تنقولها شبابي انا والله الا درهم اللي عندي من هذا وليداتي ما هو ديالي رزقي كليته كله عدد ولادي ديال ولادي ديال مولات الدار والولاد ماشي ديالي. انا عاد ضايف معاهم كنضرب تماره ولكن تماره كفاره والنصيب لهم. فملي كنجني هذيك الغله كنستأذنهم. وباك بنتي بغي يشري واحد الكوستي الله كتقول لي شريفه واش كتستأذن اختي راه رزقها الله يا ودي الله يا ودي. فملي كيمشي هذاك الشخص وكيهيج كيشعل اش طرا فيه؟ جا سخط دخل الحياه هو سخط دخل ما راضيش على الوضعيه. اش دار لنا المغرب؟ اش دار لك المغرب؟ دارك المغرب تمشي تبحر وتريح في البحر وما يتصرع لك حد. دارك المغرب تخرج لوحدك الليل تلقى المحلات الديسير وتلقى المحلات الماكله موجودين. دارك المغرب تمشي تسالى من طنجه للقويره ما يتعرض لك حد في الطريق. دارك المغرب تمشي لاي بلاصه تدق على باب الناس وتقول لهم ضيف الله يقول لك مرحبا. دارك المغرب تمشي تشري واحد الموضه ويحفظ لك دارك ويحفظ لك ارضك ويخلي لك سيارتك عند الباب. اش دارك المغرب؟ دارك المغرب هما وشاه. ولا بغيتي المغرب يعمر لك الحساب بالبنكة؟ المغرب راه ماشي بلاد الرعاوي. المغرب راه بلاد الشجعان. المغرب راه بلاد الخدمة. أما لا كنتي دراعك مكسور ومغبون وبغيتي تولي لاباس عليك بالخوار خاوي هو المغرب ما صالحش لك. فهنا هاد الوضعية اللي كيعيشوها هاد النساء هادو في بيوت كثروا صحاب هاد الناس كثروا بزاف. لا في الرجال لا في النساء ولكن راهم كثرتهم في الرجال. هذاك راه ما عارفش ما داريش بنى واحد النار. علاش قلت لكم شفاعة حسنة له نصيب هو الكريديتور ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كيف هو ديبيتور. غا وريوني يا المغاربة وحنا كنعرفوا بعضياتنا مزيان شو واحد بقى على هذا الحال ودام عليه. وريوني شي واحد كان ما عندوش ودار فلوس ولا لاباس ومشى تميع ومشى رون ومشى تخربق ومشى زعفت وبقات الشريفيه والدراري مكرفسين 10 سنين و15 و20 عام ودام عليه الحال. عوريه ديال المغاربه نمشي نشوف واش ما كيجيش على عينك في واحد النهار يا بالمرض يا بالحبس يا بحديثه يا بفيت. علاش؟ احاطت به خاطئته. مرحبا مستمعنا غنتوقفوا للحدث مع فاصل الان نقفل وغادي نرجعوا ونبداو ونفتتحوا مكالمات الهاتفيه اللي كنتوصلوا بها دائما في برنامج بكل وضوح. غادي نفتتحوا باول مكالمه معنا سعاد من العيون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفكم مع الصحه ياك لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا دكتور. مرحبا يا سهل. الله 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 حبابنا الصحراء حبابنا الحسانيه. الله الله مرحبا بك. شلونك انت مع صحتك؟ الله الله مرحبا والله الا تبارك الله لو غاجلي يا خليك لينا يا ربي امين. يا انتم كذلك خير وفضل. وفوالا منين نسمعوك نقولوا احنا عندنا راهو الخير مزال خالق يعني مزال كاين. الله قول اختي بحسني عاي خليها قولها هكاك خلينا نسمعوها. كنت تقول وخيرت. اييه كنقول وخيرت هي الكلمه ديالنا احنا فيما يجي حد يسولك انت مثلا من زمن ولا اي قبيله تقول قبيلتك كذا ولا كذا يقول لك وخيرت. ولا لو كتظني انا منين جبتها؟ والله باينه فيك باينه فيك. راني جبتها شوي راني جبتها شوي لابد من راني جبتها من الصحراء يا شريك فيك شوي. مرحبا بك لاله سناء لاباس الله يبارك فيك. مرحبا لاله سعاد. صحة لاباس الحمد لله.
ومرحبا بكم، مرحبا وسهلا. بارك الله فيك، ساعة مباركة، والله ساعة مباركة. الله يبارك فيك. والله شوف أنا ما عرفتك مدى لي، يعني ما دابا صافي تقريبا شي سيموا باش عاد تنشط الاذاعه هذه حبستني فيها. لاحظتي الفصحى في لغتهم مدالي، مدالي يعني المدى. قلت لك ما هذيش مده طويله، المدالي. شوف الفصحى كي عندنا في لغتهم. وخير تفضل على كلمه. بكم اهلا. والخاله عندي مدمنه على الاذاعه، هي ساكنه في اليوسفيه. وخير. وتبغيك سبحان الله وتتابعك، وهي اول وحده قالت لي فكره عن كاين برنامج زين. مرحبا بك يا ام كلاله. صديقه لي في العمل، انا جو سي انفيرميير. تبارك الله. في العيون، وصديقتي حتى هي نفس المهنه. وخير. الحمد لله. ونقولوا احنا مادام تتكلم بهذه الطريقه الخير مازال خالق، مازال كاين الخير الحمد لله. الحمد لله. قولي لا، كاين واحد اللقاء ديال الممرضين غيكون قريب في مراكش، واش في علمكم؟ في علمنا كيجيبوا لنا لي سيركيلار. ايوا راني غادي نكون فيه ان شاء الله هذه السنه. اشمن الوقت بالضبط؟ الوقت بالضبط حتى لنهايه البرنامج ونعطيكم الوقت. ما عندي ان شاء الله. يمنا ان شاء الله. مرحبتي بك. بارك الله فيك. كنفتخروا عندنا شخصيه بحال هاك. احبكم الله ورسوله. الله بارك الله فيك. نقول لك صراحه كي تتكلم يعني تتكلم على فكره ولا شيء كنحس كانه كان يروجنا في مخنا، كان شغنقول لك ثقافتك ما شاء الله عالية، وفكرك وعلمك ما شاء الله كبير. الله يخليك والله يحفظك ويحفظك كريكتك وعيالك. آمين يا رب. احنا نتوما جميعا. غير انك تحسسني عني انا هذه الفكرة راهي تخطط في راسي ولا راها كاينة، ولا غير خاص حد ينصر عليها ذاك الغبار اللي فيها. فهمت؟ غير انت كتفكرنا كأن الذكرى تشعر. انا كان نحب فيكم هالصحراء. النهار اللي كنت جيت للعيون وكان عندي واحد المحاضرة تما، وانا نعرف هالصحراء من زمان، يعني عندي احبابي علماء، ناس من حفاده العلامه ماء العينين، علماء ديال قبيله الرقيبات، علماء كثار احبابي من الصحراء. اللي نحب في هالصحراء هما عندهم ثقافه كبيره، عندهم ثقافه ولو تلقاه موظف يفاجئك. كندمو الشعر هو يفاجئك. لا لا يفاجئك خاصه النساء ديالهم عندهم، يعني انا فاجئوني بزاف. تعرفت عليهم كتلقى واحد تقني مثلا في واحد الشركه ولا مهندس ولا، ملي تجلس معاه الثقافه العامه موجوده. شتي اللي عنده الثقافه عنده الانسانيه، شتي اللي تلقى عنده غير التقنيه لا بيرفورمانس ومتجرد، هذاك لا ما عندوش الدين، لان الدين هو الحامي الاخر للانسانيه في الانسان. الثقافه هي هذاك الارباك، شتي الارباك ديال اللي كتكون شي حديث الله يسر كيخرج هذاك الصدمات كيحمي هذاك هو الثقافه. ما كتخلي الفعل ديالك عنده واحد القطن كيغلفه، ما كيكونش الحديده على الحديده ولا العظمه على العظمه، ما كيكونش كيتكرز. ف شكرا لحبابنا ديال الصحراء، والله مفاجاه كبيره بالنسبه لي نسمع، لان نحب بزاف الشعر الحساني ونحب بزاف ثقافتهم. الحمد لله المغرب بهم، والحمد لله لينا وليهم على هذه الاخوه اللي عندنا الحمد لله. اذا تحيتنا لسعاد من العيون وكل اوفياء وحبابنا يعني في الاقاليم الصحراويه. على تواصلكم الدائم وعلى حسن الاستماع لجميع برامجنا على ميد راديو. مستمعينا مازال غادي نواصلوا باقي المكالمات، فتحناها بسعاد من العيون، مازال معنا العديد من المكالمات نتعرفوا على تساؤلاتكم واللي جاوب عليها البروفيسور مامون مبارك دريبي دائما في برنامج بكل وضوح. فاصل الموسيقي وراجعين. لقائنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح. نواصلوا باقي المكالمات، غادي ناخذوا مكالمه اخرى من العرائش. معنا محمد. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد في الدريبي هذا العزيز علينا. الله سيدي محمد لاباس. لا انا لا انا. مرحبا سيدي. بارك الله فيك الدريبي. الله يبارك فيك سيدي محمد. نورنا الله ينور ديما ليا. يا تنتمي. غير الكبير كلشي كيهضر عليك الدريبي. بارك الله فيك سيدي محمد. احبابك. والله العظيم راك عزيز بزاف. كي دايرين حبابنا ديال العرائش. وراه انت كتهضر على الشحد وكالا شحد وكالا لا سيناد علينا سياسه الدريبي. ما يمكنش. شوف الشريف شوف دابا احنا المغاربه عندنا قبله. المسلمين عندهم قبله. نعم. ولكن كيحماقوا على 60 حزب. نعم. واش بانت لك المثله ولا مازال؟ نعم. بانت لك. دابا حنا عندنا قبله وحده، ملي كنصليو كنصليو جهه مكه. اييه. ياك ها قبله، ها القبله. نعم اسدري. وكنحماقوا على 60 حزب. نيجد. ما كنحماقوش على حزب واحد.
بحال اللي قال المرحوم مجيد الله يرحمه ويوسع عليه، وتنعزيو عائلته وحبابه، وتنعزيو خاصة صديقه الدكتور زهير. دكتور زهير، زهير من الأصدقاء المقربين للمرحوم مجيد، واللي كان هو اللي عارف الحب ديالو للمغرب، وعارف حبه للفقراء، فكان عزيه، واللي بغى تعزي شي واحد عزيه صحابه. مجيد كان تيقول المغاربة علاش ما كيديروش السياسة؟ واحد النهار سول واحد السيد قال لي علاش ما كيديروش المغاربة السياسة؟ قال لهم المغاربة ما يكفاهمش حزب واحد، لأن هما كيبغيو 60 حزب وكيحبوا الملك. سي الذكاء المغاربة. فالقبلة ديالي أنا تعلمت العربية ملي دخلت من أوروبا، كان لساني مقفل في العربية. وعلموني دكالة العربية. ودك العربية أنا كنبغي هذيك العربية الحرشة هذيك البلدية. فدوزت واحد المدة عندهم، تنحيي حبابي ديال ولاد قربان وحبابي الدكالة كاملين. ف يعني واحد ضيافة مغربية لقيتها عندهم، أنه في غدا واحد كانوا يغديو ثلاث غداوات وأربعة، ويجي الضيف اللي غيضيفك في الغدا الثاني يستناك ويقول لك والله يخليك ما تاكلوش لينا فلان بزاف، خليه وراه تحلى الطعام عندنا كيطيب. فالله يجازي المغرب كامل، والله يجازي هاد الحباب اللي مرحبا سيدي محمد. مرحبا اما العايش والشمال، راني ولد الشمال السريف. بارك الله عرف لي بارك الله فيك. انا عندي مشكله في الدريدي مع بنت خالتي، هذه 4 سنوات وانا كنعاني من المشكل هذا. المشكل هو يعني هي استحقت من باديه، لان ديال العاش عارف حكم باديه يعني ما كي على حسب القرايه ما كيفوتش. دابا يعني عامين الاولى كانت مزيانه، عامين الثانيه شفت عليه بزاف الحوايج اللي قضاها عليه، تليفون بزاف ما كتحيدوش. لا يعني محمد وضح لي واحد النقطه. نعم سي الدريدي، واش بنت خالتك مزوج بها ولا غير بنت خالتك؟ لا بنت خالتي، يعني تحقق بينا تفقرها حكم ضغط وسط. دابا امها وباها بقاو في الباديه. هي ساكنه عندكم في الدار. نعم. شحال في عمرها؟ عندها دابا هي عندها 14، دابا عندها 19 سنه. عندها 19. وشنو اللي شاطنك عليها؟ شنو اللي شاطنك؟ المشكل الدريبي انا ما عرفتش المشكل اللي عندي، واش تحسس بالدم، واش يعني حاسد او لا الغيره. المهم انا نعاود لك، يعني العامين الاولى شفت عليها، عامين ثاني بقيت كنشوف عليها التليفونات، ما عرفتش تصرف معاها، يعني كنعنفها ما ديرش هيدا ما ديرش هيدا ما ديرش هيدا، ما تدخلش مدينه ما تمشيش. صراحه انا كنعترف بالخطا ديالي هذا، وليك هذا المشكل كامل في الدريبي. دابا راه 3 سنوات وانا كنعاني من المشكل، ديما في البلد ديالي ما كتحيدش نهائيا. شكون انت؟ شنو ما كتحيدش؟ الصوره ديالي في وشها ما كتحيدش في البلد ديالي هي. دابا انت كتفكر فيها 24 ساعه 21 ساعه. والله انا كنعاود قالت الدريبي يعني حق بحال انت راك. الله 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 العظيم ما عرفتش علاش وسحت الدم وتحاس، ما عرفتش والله ما عرفتش. لا دابا علاش انت دخلتي الحسد والغيره دخلتيهم في هذا الشيء؟ ما انا حيت علاش انا كنعرف بواحد الطريقه اللي صراحه ما تصورش، ما تمشيش ما تدخلش هي انا حيت علاش بقيت كنصام في التجربه ديالك عرفت اخطاء ديالك في كبتهم. اي دابا واخا كنشوف عليها يعني كنقول لها شنو قال شي شهيده، حنا رجال كنعرفوا حق الرجال راه يضحكوا عليكم، يعني التجربه ديالك الحمد لله يعني بعد اخطاء حياتكم بعد. دابا 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 هذا الشيء كله اللي كتوصفه السي محمد هذا راه هو البغيان، راه كتبغيها وهذا هو المشكل، ولكن انا ما عجبانيش هذا المشكل. لا واش ما اجي عارف هذيك المثله ديال المغاربه ديال يخ منو عيني فيه. يعني عارف عليها عند العيل ديالها وعندها فهمتي كيفاش، يعني شفتها بعيني وهذيك. ايه ولكن واخا عندها العيل ولا عندها شي واحد كتعرفو، شكون اللي قال لك راه باغا دير مع شي حاجه؟ ولكن انا مشكله ما بقى عارف ما عجبانيش، استمرت فيا انا دابا وصافي. لا بلاتي راه فرق ما تكونش ما عاجباكش، وفرق انك ما تقدرش تسمي انها عاجباك. دابا واش انت عندك المانع في فمك ما قدرتيش يعني تسمي انها عاجباك؟ الله اعلم، انا عاكل باقتراح. لا بالنسبة لي ما عجبانيش البروفيسور، يعني لا واحد البعض وسويت كتجي تقول لي لا راه حكم يعني القرية يعني العائلة ديالها يعني بحال ما مقتنعش. دابا 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 حنايا المغاربة عندنا غيرة، كنغيروا على عائلتنا، نغيروا على ولادنا، نغيروا على المال ديالنا، وتنغيروا على البلاد ديالنا وعلى الملك ديالنا. دابا انت شداتك الغيره راه بنت خالتك اخويا، راه عرفك هذاك، راه دمك ولحمك. دابا هاد الغيره هادي راها مشروعه، غير خصك تلقى فين تخرجها. فغتجلس مع بنت خالتك تقول لها شوف بنت خالتي اختي، راك انت اختي وكثر من اختي، راك دمي ولحمي وعائلتي وانا تنغير عليك، وهاد الغيره مرضاني الله يرحم باك عاونيني باش ما نحماقش.
بارك الله فيك. قول لي راه كنسمع الاخبار انك كتشوفي واحد كتجيني الغيره، قول لها واش انا اختي غنولي ديوتي؟ قول لها اختي انا ماشي ديوتي، قول لها اختي راه كنغيرو. الله يعطيك السر، قول لها حاولي عليا، قول لها انت ضيفه عندنا جيتي من البلاد محسوبه علينا، داركم دايرين فينا الثقه اننا كنرعاوك وتنحضيوك. وقول لها اختي وانا راه كنشوف وكان كنلاحظ شي حوايج، عفا اختي راه ما باغيش نقول كديري شي حاجه سيئه او شي حاجه خبيثه، ولكن عفا اختي راعي على هاد الغيره اللي هذه من جهه. من جهه اخرى خصو يدوي مع اختو، تدوي معاها، ما خصوش يدوي معاها مباشره، لان شنو تيطرى في الفتاه ملي كتفخر فتولي بحال داك القط كيخصها تمضي الفضيله لشي دري، فالدريه ملي تتشعل تتفخر بالانوثه ديالها كتولي مياله الاستدراج الذكور، كتدخل في لا سيليكسيون. هي في الاول كتدخل في لا سيليكسيون غير باللعب باش تشوف واش عندها واحد المكانه في الجمال وفي التاثير ولا ما عندهاش، فراه غتبدا بهذوك الذكور الاقرب. الوقيته اللي كتجر واحد عندها ما عندهاش العرس باش تاثرو، عا كتجيبو وتحصل فيه. فدابا شتي هاد العلاقه ديال انها كتغير فكتزرع الغيره في قلب ولد خالتها، راه من الادوات ديال السيدكسيون. حيت دابا شي امراه كتشوف راجلها ما مهتمش بها، كتزوق كتكحل كتجمل كتلبس هو طافي السيد كاع ما كيشوف والو، واش المراه لابسه ما لابساش، واش ماشطاش، كياكل كيقول الحمد لله كينعس، السيده كتبقى طافيه. شنو غدير ليه؟ غتقول ليه وعرفتي والله ما عرفت واش نقولها لك ولا ما نقولهاش، لا قولي لا وما نقولش، لا والله لا تقولي، لا وخفتك تقلق، لا وعا قول، لا وما وقول لي والله ما تقلق، لا والله ما تقلق، واش تراك تغدى انا وفلانه ومشينا للقيصريه والحاجه فلانه تلاقاتنا وهي تخطبني لولدها، شتي سمرات ليش شتي؟ شتي الوقيته اللي غتلوح لي هاد الكوفره صافي غتسبامي غتلوح لها سبام وغتريح اللور غتقول لي قلت لها ويلي الحاجه والله ديك ما شتيش الخاتم اللي هدا لي سيدي محمد شوفي قداش والناس كلشي عارفيننا مزوجين الله خالتي حشومه عليك ورايتك الاخبار غير ياك ها جو سبام طن ها جوج. دابا الثالث غتبقى غادا معاه بالبارود هذاك، ما حيت المساج راه فيه جوج، المساج كيحرق والمساج بارد، انتوما ما كتخدموش ولا كيحرق كتخدموا بارد كاع ما كيعقل واحد حتى كيتخدم كتمشي كتجي البارد غتجي تقول ليه يا ورا نسيت راه عاودوا جاو شكون؟ واش هذوك اللي دويت لك عليهم ذاك النهار شكون هو انت مع مكلخ مسكين مقلع شكون هذو دويت ذاك النهار؟ وهذيك الحاجه اللي راه جايه في العشيه فين جايه؟ جايه عندنا الدار علاش؟ وباغا تشوفني ولدي تشوفك باغا دير بك وقالت لي عاد نشربك شرب كاس داتاي وشوف ريح معايا اللي مشي يجي مع شي واحد. دابا هنا غدق لي شوكات ثاني سنين ديال 2000 يونيتي ديال 2 مليون يونيتي غدقوا لي جلو جمد. شتي هاد الغيره من اداه استدراج ومن اداه كنهيجوا بها المحبه. الانثى راها متخرجه بالدكتوره فيها، الراجل مسكين والله في الابتدائي هي راه شاده الدكتوراه في الدار بما وبا عطاها الدار في الدم. عمرك تشوف البنت 9 سنين كتعرف تلعب هاد الشيء، 8 سنين كتعرف تلعب هاد الشيء. الذكر مسكين 8 سنين 11 العام 12 العام 13 كيفاش شنو بغات تقول هذيك البنت مالها؟ هي كوضات وفهمات وتبريمات عليه وفاتت هنا. نصيحتي للسي محمد ما ياخذهاش بالجديه كلها، ما ياخذش انه مسؤول عليها والدور ديال الوالي ديالها، لا ما ياخذش الدور ديالو بجديه مطلقه، يفو باكي سو بخيلو سيريو. كنتي من اول الهضره مشي عندها قول لها شوفي واختي وبارك من العياقه ديالك واه شي خصو يفو لا فيلغاريزي بارك من العياقه ديالك واه واش التليفون واش هذا، تقول له اختي راه حنا كنحسوا وحنا ماشي ديوتيين واش محي راسك ويطلق اختو عليها. يعني هاد الام حيت راه اللي كيشد الضرس هو ضرسها بجنبها. شنو بغيتي تكالي شي امراه جي طلق عليها امراه ماشي طلق على راجل، طلقت على راجل راه تضربهم في النص تجيبوا الارض تجيبوا الارض، ما معنى تجيبوا الارض يعني غيتزعط فيها وفي الاخر يولي معاها. هو مشى في الاول يكوفري عليها زعما يقول يبني لها براج انت ولاد صايقه غادي بيه. ناخذ مكالمه اخرى معنا زينب من الرباط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله الله يبارك فيك. لاله اختك علينا مرحبا لاله زينب. احباب تواصلكم معنا زينب تفضلي. ما عندك مشكل على واحد الولد. شحال في عمرك لاله زينب؟
لا انا ام، انا ام عندي على ولدي، على ولدي. أيه؟ ام شحال في عمرك لاله زينب؟ شحال في عمرك؟ شحال عندك من عام؟ 46 عام. مرحبا. بارك الله فيك. شنو الامر لولدك؟ شنو نقول لك، عنده دابا 32 عام. هذا مبقاش ولد، هذا راجل. راجل ولا راجل وباقي راجل. واقيلا انت ما حيتيش النظر ديال الصغر. شنو نقول لك، راه باقي عنده عقل ديال الصغر. ديال الصغر. وانت هي العقل عندك ديال اش؟ انا شنو نقول لك، ما عرفتش الله ما عرفتش. وانت هي العقل ديال اش؟ ما عرفتش. ما كاين باس، نخليو العقل ديالكم ونشوفوا العقل ديال الدري. انا حيت انا اصلا مشكله، انا بعدا اصلا انت انا عندي مشكله، انا كبرت يتيمه ولي تزوج على 15 عام. ملي ولدت الاولاد بجوج ما عرفتش واش من التربيه ديالي انا ولا المهم التربيه ديالي انا كنعترف انا ما ربيتهمش مزيان. زيد شنو نقول لك، دابا الولد كبر شنو اللي شاطنك فيه؟ شنو اللي جعلك تقلقي عليه؟ ما خدامش، ما اي دخل القرايه ما كملش قرايه. هو وباه ما نساهمينش. غير هضره جوج يدير هو ما نساهمش وباه. هذا البكر، هذا ولدك البكر؟ الاولاني. ما نساهمش وباه. فاش ما فاهمينش؟ اي حاجه. دابا باه ما كيعرفش اصلا كيتفاهم معاه. وفاش بغيتي الاب يتفاهم مع ولدو؟ فاش بغيتيهم يتفاهموا؟ بدا يمشي ما كيتفاهمش مع اي حاجه، ما كيتفاهموش. فاش بغيتيهم يتفاهموا؟ المهم ما عرفتش انا براسي ما عرفتش. شنو اللي شاتنك في ولدك؟ انه ما لقاش خدمه، ما باغيش يخدم؟ واش ما باغيش يخدم؟ ولا ما لقاش خدمه؟ ما لقاش، ما كاينش. وزيد اي بلاصه كيمشي كيدير كيقول يخدم شي شهرين ولا هذاك يقول ما كيفرح فيها شي مشكل اي حاجه. هذا ما مزيانش، هادي تيضرب عليا التماره، مشينا نخدم اقل من ثمن. اي بلاصه اللي مشى ليها ما تيجلسش فيها. شحال وليدات عندكم يا لجينك؟ عندي ربعه. والاخرين كي دايرين في حياتهم؟ الحمد لله عندي الصغار تزوج. تبارك الله. مجوز. لالا زينب هاد الوليد، هاد الراجل كدوري معاه؟ كنعطيه وكندير معاه. كتعطيه بخبار باه ولا بتخبيه؟ لا بسم الله، ما كانش خدام هو تيقول لك ما تعطيش، انا كنعطيه اما كان تتبلى. ولكن دابا انت هذاك الفلوس كتعطيهم لولدك بتخبيه على باه؟ حيت انا اصلا انا كنخدم، ماشي المهم خياطه ماشي من الفلوس هو ديالي. هذا الدري من الصغر كان فشل شويه لا؟ ياك. شكون اللي كان فشل بزاف، انت ولا باه ولا شكون؟ المهم انا، اذا كان شي حاجه تنعطي انا، وكانت عجوز تي الله يرحمها الله يرحم الجميع. فشل. واخا ما حنا ما تنعطيوش كتعطي هي. ناض الولد هي هذيك باش تبلى. حنا ما عرفناش تبلى هي هذيك، صافي ما كنتش عارفه ما ديتهاش فيه. وصافي هذيك ملي ولا في شكل داير ولا فيه شك ولا في ولا تمشكاك ولا فيه شك فيا تاعان. بحال كيشك فيك؟ بحالاش؟ ما عرفتش واش ما اي حال ما تيتبعني تنكون غادا. واحد المرة عرفت انا باش عرفت راه فيه شك ولا فيه مريض فيه الشك. انا غادا عند السيدة عند واحد الخياطة، كنت يلاه ديك الساعة باقي شحال كانت نتعلم عندها صاحبتي وكنمشي عندها. ملي درت لقيتها من مورايا واللي قلت لها علاش كنت قال لي انت شكون اللي قاعد في الدعوه غادا عند الخياط؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد المره ديك الساعه على لازين باش حسيتي مني قال لك هكا؟ واش نقول لك، ما عرفت. وكيفاش كيفاش كتفسري هذاك التصرف ديالو؟ كيفاش كتفسري؟ انا غادي نوضح لك، واش التصرف اللي دار معاك تصرف ديال الولد ولا تصرف راجل مع مرته؟ والله لا والسبب شنو؟ ما عرفتش. السبب الطريقة باش عاملتيه وبحال اللي شوية ميعتيه من اللي عطفتي عليه فوق القياس. دابا ما بغيتش أنا نلومك على الماضي. بغيت أنا ننبهك على الحاضر. بغيتك تعمري بلاصتك مع راجلك بزاف. بغيتك تقربي من راجلك بزاف. وما تبقايش أنتيا بحال الأربيتر ما بين الأب وولده. قول الدري يعطيك الثقة شوية.
حيت انا حيت انا بقيتي كتعطفي عليه كتعطفي عليه واحد النهار ياديك انا نبه واحد النهار ياديك انا نقولك حتى يا شريفه اش نهار ياديك نتوما بنيتكم تتعبوا تتكرفصوا تحرموا راسكم من الحاجه وراه كاين في ولادكم ولادنا اللي هو خبيث وخيب الاحتراس واجب شتي العطفه والمحبه مزيان تكون بيناتنا ولكن عقلها وتوكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعطي عقلها وتوكل راه كاين من الازواج ديالنا الله سبحانه وتعالى في القران تيقول لنا كاين من الازواج وكاين من الاولاد ديالنا عدو لنا ما معنى العدو هو اللي يشوفك انت ما تتجمعي من الدرهم تتموتي باش تجمعيها ويجي ياخذها من عندك وما يقولش حتى الله يرحم الوالدين وماشي كي ياخذها بالطلب كيطلبك تياخذها بحال اللي واجب تعطيها ليه فهنا شكون اللي غادي شكون اللي غادي يوقفوا راه كبير في السن راه عنده 30 عام والفوق هنا غتدخلي معاه في الواقع تقول له وليدي انايا صحيح على قد الحال كنجمع هذوك الفليسات خصني نخلي منهم الدواء خصني نخلي منهم دوير الزمان خصني نخلي منهم هذا ونخلي منهم هذا هكا وليدي 20 درهم 30 درهم قدرتي تخدم وليدي مرحبا ما قدرتيش توقرني وعمري بلاصتك مع راجلك الشريفه نصحك على الشريفه لا لا عمري بلاصتك ما تقصد انا عمري بلاصتك ما تبقايش انت وياه دايرين بحال علاقه ما بين جوج تبغي تدوي معاه دوي مع حدا راجلك تبغي تعطيه شي حاجه اعطيها قدام راجلك ما تعطيش الحاجه بالتخبيه حيت ملي كتعطى بالتخبيه راه عندها معنى عندها معنى ديال شوف انايا كيفاش كنحن فيك لا شريفه باغا تعطيه الفلوس جالسه انت وراجلك كتشربوا كاس اتاي هاكا وليدي هاد البركه بسم الله شتي لا لا ماشي ماشي تخباي في الكوزينه وتعطيها لي بالتخبيه راه ولدك وهذاك راجلك ديريها ديريها بالعلالي باش كتهرسي ليها هذيك الشحنه ديالها ديال راه كاين شي حاجه مخزونه ما كاينش حاجه مخزونه حيت ما مخزونه العيب مرحبا لاله زينب الله يوفقك حياتنا ليك مشكور على تواصلك معنا مستمعنا غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل اعلاني ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات ناخذوا مكالمه اخرى معنا لبنى من سلا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله هذه اول مره كنهضر مع معكم مع الدكتور الدريدي مرحبا لنا مرحبا انا بعدا بغيت البارح من الوالدين نشكر الدكتور الدريدي على واحد الكلمه قالها بحال فيقتني ان رزقنا لولادنا يا لله نحن الله سبحانه وتعالى يقول نرزقكم واياهم في ايه وفي ايه اخرى نرزقهم واياكم ما كان عارفوش واش رزق ديالنا كنصرفوا فيه ولا رزقهم كنصرفوا فيه لهذا خص الانسان يتكيف الرزق اللي بين يدو ويقول دائما راه ماشي ديال ديالهم من هنا جبت لك مشكلتي باختصار انا موظفه هنا ولكن والدي في مدينه بعيده في المغرب زوج هنا وعندي وليدات راه الزوج ديالي مبلي بالشراب وفي مخاسر المعامله ما كاينش احترام المراه وما كاينش معونه في الدنيا انا شاريه الدار ومأتتاها المهم المسائل تقريبا 60% 70% 80% عيوية انايا دابا شحال من عام انتم زوجين؟ دابا قول شي 2 سنين 9 سنين ولكن عندي بنيته من الراجل الاول معايا هذا الزواج هذا كيفاش تزوجتو؟ عادي مو شافتني مشات لعند صاحبتي قالت لها واحد السيده راه فهمتي عجبتني شفتها معاك هو كان مطلق وانا كنت مطلقه هو عنده وليد وانا عندي بنيته تجمعنا هكا ما كنعرفو زعما فهمتي تلاقينا مره وحده خرجنا انا وياه صافي ولكن دابا عييت بالشراب وهذا والدي بعاد ومعذبه والدي معايا وخوتي ما هما في خير ما انا في خير ما الولاد في خير دابا بالنسبه لي انا عايشه انا ولادي واخا ما كاينش طلاق هو بوحده في دارهم وانا في داري عندك وليد عندك وليد معاه؟ وليد واحد قلتي هو مزوج ومطلق ما والدش من مع المراه الاولى والد معاها الوليد مع امه ودابا انا قررت عاود ما انا بوحدي هنايا علاش نهز وليداتي ونمشي مع وليداتي البنت ديالي اللي كاين فيها وليد والدي وخوتي ونكري دويره ولا نشري دويره ونجمع معاهم قلت انا من احسن دابا انا ولادي بغيت دابا قلت نهضر معاك باش تقول لي واش هذا الحل ما غياثرش على ولادي وعليا الدراري شحال في عمرهم؟ الوليد 8 سنين البنيته 12 عام البنيته هذيك من زواجك الاول هي؟ اييه والوليد شحال؟ الوليد شحال؟ 7 سنين كيف داير علاقته مع باه؟ علاقته كيبغي باه ما نكذبش هذا الراجل فاش كيأهديك؟
ما كاينش احترام نهائي لدور المرأة اللي قدامه أنه تجي في الدار طيب في الدم خرق الدراري يجي على الدراري يجي على الهواية فهمتي ما كاينش ديك اللعيبة ديال نديها أنا ويا غادي للسوق نمشيو أنا وياك نختارو خضيران نمشيو ندورو ما كنطلبش منها من المستحيل غير في العشية دا خارج الدور دورنا غير حدا الدار أنا والوليدات نذكرو نضحكو ما كاينش هادشي كاع لالا لبنى نعم سيدي شحال في عمرك؟ دابا عندي 38 عام 38 عام انتي لا بؤه ولا قطيطه انا غير انا ضعيفه بغيت لا لا هذيك ضعيفه ما بغاهاش الوقت ما بغاهاش الوقت الوقت ما بغاهاش اما ضعيفه سيخليها في الكتوبه وخليها في المسلسلات وغتلبسي الجين والسبر ديالها وديري طربوش دايره هذا على ولادي لا غدير على عائلتك دابا رجعي معايا عاف اختي قطيطه ولا لا بؤه مع من فيهم الراجل ولا على ولادي مع التادونيت كي تيقولوا حبل الشلوح مع الدنيا مع الدنيا واقفه راجل لا وقلت لك قطيطه ولا لا بؤه اش بغيتي براجل اش غديري بها راجل ما عندكش الاجهزه ديالها اش غديري بها راجل اش غديري بها زمان هو اللي تخليني انا الام انا الاب لا لا الله يخليك واش دابا حنا داويين الذكاء ولا داويين البلاده اش بغيتي براجل اش بغيتي تكوني راجل اش غديري بها ربي خلقك مراك عارف كي دارتي ربي لا إيه لا لا مشيشة كيخصها اللي يرضعها ويركبها انت لا بؤة ما بغاش تلبسي كسوات لا بؤة صافي حيت لا قلتي لا بؤة ما بقيتيش اللي غيخرجك يساريك غتخرجي تساري راسك غتقول لي ولاش صالح هذا الزواج اللي ما نتسالوا فيه ما ندوروا فيه ما نضحكوا فيه ما نسمعوا كلمات نقول لك علاش تزوجتيه وعلاش صبرتي معاه ولاش ولدتي منه هاد الشيء ما طلعتيش في الشهر الاول في الشهر الثاني في ست شهور طلعته في الشهر الاول وعلاش بقيتي العائله كتقول لك ماشي يعني والله ما العائله يا بنت عمي راه ما كنبقاو الا بقينا بنفوسنا ايوا نطلق المره الثانيه ها ودابا ملي ولدتي عمرتي بلي باغا تطلقي لان ما عييت بوحدي كنجري لا لا الا كنتي لابو اما تعيش بوحدك لابو اما كتعياش اه ايوا هادشي ماشي لعب ماشي لعب لا حيت واحد النهار هذاك الدري غادي يطرح لك هذا السؤال اللي كنطرحه عليك دابا انا دابا انا ما شغليش في هذا الراجل واش صالح يكون صالحش ما شغليش انا فاش شغلي هو واش تقدر تطلعي جهاز المناعه حتى اي حاجه من عنده ما تاديك من عند ولدي ولا الراجل هو من عند حياه الدنيا وما فيها الراجل حيت هو ماشي هو الدنيا الراجل ديالك راه جزء من الدنيا المغاربه كتشوفهم كياكلوا السوسيس ديال والو في الشارع صح يضرهم لا علاش؟ مناعة المناعة لا لا والله وخدم حلم ديناصورية كله ما درهمش عطينا نزرب بالمناعة الهند في مصارهم يطحنوه راه الحمد لله عطينا المناعة لأن ما عندنا لا دواء لا والو فهنا عاف اختي بغيتك انا تكبري في الهمة ديالك ما تبقيش تشوفي في هذا السيد الشوفة ديال السيدة المراهقة اللي مزوجة باغا تحب هذاك راه طلب مشروع هذا اللي كدوي فيه انت طلب مشروع تقوليه الله قوليه الله النهار اللي غتمشي للجنه يبرعك اما هنا راه بلاد الجهاد الدنيا بلاد الجهاد غتجاهدي حيت لمشيتي للسهله طلاق راه سهل طلقي ولكن غتضربي حساب الحرب الاستنزاف شنو هي حرب الاستنزاف عرفت شنو هي حرب الاستنزاف ما وراء الطلاق زيد يلا دابا غنكونوا ذكيين وغادي نمشيو نتخيلوا اش غيوقع الولد غيتشرد غادي لا 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 ما غيتشرد والو غادي يعمروا عليك صافي انا دابا وقع لي هاد الشيء وتخيلي ملي غتولي من بعدين وتفرجي غتولي عندك قنبله موثوقه حداك راه هادشي اللي قالوا لي انا دابا تاولي قال لي اللهم نفع وحده منا ولا جوج الفاعل فاش يكبر الولد هادشي خصك تكون دابا غير كيش كيدير البصائر الاستبصار النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قوه الاستبصار شنو هو الاستبصار بالفرنسيه لا كاباسيتي ا سو بروجيتي اي ا فير ان بريفيزيونيل بالك دابا غتكوني ذكيه وغدوري تساري على تنطلقات بولاد وقول لهم كيدير علاقه مع باهم لو تفرجي حرب استنزاف اذا الذكي شنو خصو يدير واش عندك القوه لحرب استنزاف لا ما كتبش ما تخرجيش ما لا معك ولدك ما عندك فين تهربي منه لا هو قال لك ما هو فهمتي داك الشيء دابا هذاك النوع اللي يقدر ينساه فهمتي لان بعيد الطريق من المسافه بين هذا والتليفون والاس ام اس التليفون والسكيب وهذا راه ها هما اللي بدا يصيفط له ميساج وجوج وينحروا وشاعلوا
شتي هنا بغيتك عاف اختي ما تدخلش في هذا المشروع هذا. هنا بغيتك تمشي واحد مشروع اخر. مادام ان عندك الاستقلاليه الماديه الحمد لله في دارك. أيه. عندك خدمتك، عندك صحيحتك. أيه. هذا السيد غادي تتعاملي معاه بواحد الوجه اخر. شنو هو هذا الوجه؟ هو كل ما كيفعل كيرضيك، غتولي بحال شي وحده مسطيه. شتي هذيك البنت ملي كتكون مزعوطه باقا مراهقه وكتضعف شي واحد. أيه. كيبداو عائلتها وحبابها ينبهوها عندها كي راه داير هكا، عندها هي ما كتشوفش العيوب. كتشوفوا عازوين عاغزال عازوين عاغزال. شتي بغيتك ترجعي لهذيك الدقنويه الاولى. يسكر ما يسكرش، يعبرك ما يعبركش، انت تتعبريه، انت تتخيليه، انت كذا. خرجي مع وليداتك وشري في هذيك عرفتي كيف المسرحيه ديال سيدي واش نمشيو دابا ولا بلاتي اندرا صافي خديت الايدن بالك غتمثلي. شتي لقيتي اللي كتبقاي تمثلي اش كيطرى الاخر كيتاق واخا عرفك كتكذب ما غيعرفكش كتكذبي لان درتها كيقول لي كنعرفك كتمثلي قول لي راني مسخوطه حيت الدم كيبغيك والله يلقيها لقلبي يا ربي لا ماتك هي في قلبي هذا القلب اللي كيبغي هذا السيد هذا يا ربي لا مسكت لي هذا القلب بحال كنت تزيد مثلي قول لك كنت كنعرف نمثل غادي نولد ولد غزال كيشبه لك قول لك كنعرف نمثل كنت غنجيب ولدي كيشبه ليا شوف كيشبه لك كله وسول العيالات اللي كيعرفوا على من كنتوحموا على اللي ما كنحملوش راه توحمت عليك شو سبحان الله يخرج رجليك شو كدير شو شتي غتدخلي في في في, في لا كوميدي ديال العرض كيعرفوا الايطاليان غتولي طاليانيه تبداي تحيري شتي هذاك التمثيل ملي هو غادي يجي سكران ويدخل في العشيه ويقول لك نوضي وجدي ليا واخا حبيبي ها انت نسخر لك الحوت ندير لك كذا وندير لك كذا ومره مره غتهيبي حيت علاش غادي يولي مدمن على هذيك المراه اللي كتمثل على دابا هما شنو درجه كيتصاحبوا مع 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 شي وحده مقطعه لان هذيك المقطعه كدير عارفه هو قتاله عارف مقطعه قتاله طير ليه فلوس وطحنه وتقزره ولكن مدمن علاش على المسرحيه اللي كتمثل ليه لانه ملي كيريح حداها كتخوي ليه بيديها تك 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 وتهز الكاس وتمدو ليه وتشوف فيه هو راه عارف هذاك الشيء عن المسرحيه اللي غيخلص ملي غيسالي غيخلص ولكن واخا غيخلص يومينو ايمان السدجاء بانها حقيقه شتي هذيك اللحظه هذاك هو الادمان كي اديكسيا لقيتي اللي غتمثلي لا الخلايا ديال الراجل اخبارك بان لو سيرفو جامعه هارفارد اكتشفت اكتشفت بان لو سيرفو هومان اي بريديسبوزي بور كروار السلام عليكم اذا مستمعنا فاصل على نقصر وغادي نرجعوا نواصلوا باقي المكالمات اذا غادي ناخذوا مكالمه اخرى من اكادير معنا امينه الو امينه الو السلام عليكم السلام ورحمه الله انا امينه من اكادير مرحبا شحال في عمرك في عمري 22 سنه تبارك الله تهنيتك يا دكتور مرحبا هذا كيزن بربي ما ترضيت الله يخليك زين عرفوا دكتور عز عليك سلحه اييه عز عليك سلحه بزاف صح وراني كنتعلمها شي واحد النهار ندير لكم برنامج على قد الشيء ان شاء الله شي نهار غندير حلقه نعم لاله كنفتخر سيدي انك تهضر سلحه بلاصتك الله يخليك الله يخليك الشرف لي لاله بارك الله فيك لاله امينه تفضلي ممكن حاجه يا سيدي ما عرفتش حتى مشكل مرحبا انا عندي ما عرفتش مين غنبدا ليكم باش نعاود لكم انا راه ما غاديش نسالي لا 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 شنو المستوى الدراسي امينه؟ سيدي انا جبت الباك هذه الان دابا المهم من بعد خليته في الجامعه وبقيت كنخدم بحكم انني يتيمه الام تقريبا هذه 9 سنين وعايشه مع خالاتي المهم انا من ذاك اللي ما ولفت نعتمد على راسي من صغري يعني كنحس انني غير بوحدي ما معايا حتى واحد. وباك فين هو؟ قلت لكم لا جيت نعاود لكم خصتي اكثر من 1000 ليله وليله. لا اله الا الله. المهم يا دكتور انا هذه الام اللي ماتت وانا هذه 9 سنين غير تمنات لي. وديك اللي ولدتني ما عرفتهاش. المهم عندي سميتها وكيدير سميتها وكل شيء. ولكن اللي ولدتني معاه هذا ما عرفتوش. المهم يا دكتور مش مع مرحبا بنتي مرحبا تفضلي مرحبا المهم
انا خلي المهم انا دابا كنقرا في لافاك ولكن كنمشي مره تنخ المهم ما قدرتش نوفق بين القرايه وبين الخدمه وبحال دابا بعد المرات كنبقى جالسه كنقول مين راسك ديري خصك تخدمي خصك تقراي خصك ديري يعني عارفه راسي غير بوحدي ولكن علاش كتقولي علاش عاودتي امينه هذه الجمله بزاف انا بوحدي هادشي اللي كنحس دكتور ولكن حبيبه راك معك خالاتك ولكن خالاتي غير من الام اللي متبنياني شريف امينه امتى تبناتك امتى تبناتك شحال كان في عمرك ومن انا صغيره ما عقدتش دابا انا تتوفات الام على شحال عاد عرفت بها غير تبناتي شحال تبناتك كان عندك عام عامين ثلاثه خمسه شحال المهم من نهار بدات واقيله نهار بدتي هذيك هي امك اه دكتور عرفتي هذيك عاوديها نسمعها هذيك هي الام ديالي هذيك هي غير الوالده ها الله يرضى عليك هذيك الوالده شو الذكاء اللغوي اللي عندك شو الذكاء اللغوي هذيك هي الوالده الله يرضى عليك وهذيك هي الام ديالك عارفه يا دكتور عارفه ايوا وعلاش علاش كتقول بوحدي راه ماتت يا دكتور هذه 9 سنين وهي ميته ايوا ماتت هي مشات فهمت راني فهمت الله يرحمها مات فهمتها ولكن انا هذه الجمله ديال انا عارفه راسي غير بوحدي عاودتيها جنوبات ما عرفتش هادشي كنحس فيه دكتور كتحسي به هذاك الحرمان هذاك الحرمان اللي تحرمتي راه حنا كاملين محرومين ابنتي راه حنا كاملين محرومين راه الا جيت نعاود لك ابنتي كتاب لي منه اربع دوراقي راه واقيلا ما نسكتوش انا وياك بالبكا راه حنا كاملين محرومين ولكن محروم ونجمع كيتي ولاو عاديه اللي في قلبي ونزيد نربح في الدنيا ولا محروم ولاو عاديه اللي تردمني على الارض ونبقى مردوم ونبكي اش من عمل كتعملي؟ اسمي سيدي؟ اش من خدمتك دابا قلتي لي كتخدمي؟ اش من العمل؟ انا كنخدم غير بخوفيز زعما بحال في لي كوموند سيرفاس كنخدموا الانيماسيون غير مره مره ماشي غير مره مره دابا شنو الهدف ديالك؟ بغيتي تخدمي ولا بغيتي ترجع للقرايه وعندك عائلتك يعاونوك شويه ماديا؟ بغيت نقرا يا دكتور ما عرفتش بغيت نقرا بغيت حاسه بغيت نكون مستقبلي بغيت نبين ديك المره اللي خلاتني انني خدام وصبله بها ما محتاجهاش ما محتاجهاش حتى حاجه ولكن يا دكتور ما عرفتش بعد المرات كنقول بغيت غير نشوفها نهضر معها ونقولها شكون هذا اللي ولدتني معاه وعلاش خلاني لا لا امينه غنعاود لك واحد القصه وقعت لي هاد الشهر ياك؟ انا تنعرف واحد اليتيمه هاد اليتيمه عندي معها علاقه مهنيه ياك؟ هاد اليتيمه هادي كنعرف انا امها الاصليه وباها الاصلي كنعرفهم وتنعرف الناس اللي مربينها ياك السيده والعائله اللي مربينها محلفيني ما نقولش ليها ولكن قالوا لي المعلومه على اساس ناري توفاو تبقى عندي المعلومه قال لي واحد ضامن نفسه زعما ما غاديش يقول مني والله انا مش تاني الاول عيطت عليها وخبرتها قلت لها بنتي انا تنعرفك المده هذه وكنخدموا تنعرفوا بعضياتنا ها المعلومه دابا تختاري تعرفي هاد الوالدين ديالك قالت لي لا قلت لها ما بغاش تعرفي شكون امك وباك اللي ولدوا قالت لي لا انا عندي امي وربي اختار لي العائله اللي نكبر فيها وانا الحمد لله فرحانه ما عرفتش قالت لي لا نمشي نعرفهم ولاو اديوني لان هما اصلا كبغوا يعرفوني وقلبوا عليا بقيت مبهور ان الناس هنا في ديري فيها بحال هكا كان مش متاكده قالت لي متاكده وكنشكرك استاذ وهاد الهضره قالت لي راه راجت في العائله وانا كنت سديت هاد الباب ودابا الله يجازيك صافي انا عندي قالت لي عائلتي وعندي امي وبا وعندي خوتي وعندي كلشي هادوك الناس ولدوني الله احسن عوان ظروفهم وشنو عندهم عرفتي بواحد الابتسامه وبواحد البساطه تلقى الموضوع تسد كنت كنقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دابا السؤال هو علاش فاتت تيمه بحال هذه دوت معاها اختارت ان توطن في البلاصه اللي كبرات وواحده اخرى بحال لالا امينه نوعتها وقرحتها باغا تقلب شكون اللي ولدتها علاش؟ شنو الفرق؟ ان هذيك اليتيمه اللي تنعرف انا اللي بغات توطن في الموضع الحاضر ديالها عامر شنو لقيتي اللي تكون الحاضر فارغ؟
الماضي كيحضر. فانا الأميرة ما بغيتهاش تمشي تخدم وتبين لهذيك الام اللي ولداتها انها تخلات عليها وهي دارت شي حاجه، ما بغيتهاش تمشي. هذه سي اون ديناميك ديستركتريس، غتمشي هنا لواحد الوتيره حربيه، والوتيره حربيه فيها النار وفيها شعاله ما غتفيدها والو. بغيتها تمشي تخدم خدمه سهله وتعاود ترسل لينا الهاتف ديالها وتعطينا المعلومات ونوصلوا عليها احبابنا في اكادير يعاونوها يساعدوها، ولكن تمشي في واحد الوتيره ديال تعيش وتسعد. تيقول لي ويقول لكم الله في القران الكريم: ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. سؤال، علاش غنتسالوا على النعيم وما هو النعيم؟ شفتي لا هاد الجلسه اللي جالسين حنا في الاستوديو، وعندنا هاد الكليماتيزور، وعندنا هاد القريعه ديال الماء، وعندنا هاد الفوطي مرتاح، نعيم. هذا نعيم. شتي هاد السريطات اللي حنا لابسين في رجلينا، وهاد الحوايج اللي حنا لابسين، نعيم. شارك شوية الفلوس اللي عندنا باش نقضي بهم حوايجاتنا، نعيم. شتي هاد الصحة اللي عطينا باش نتكلموا ونمشيو ناكلوا ونقضيو غرضنا، نعيم. شتي هاد الشيء اللي جمعتيه كله ودرتي ليه واحد الفورمول ديال الكالكول دامورتيسمون شحال يسوى، تلقاه هز معك مليار. لأن باش كتعرف بأن هز معك مليار، ملي يمشيو الواحد عينين ويمشي يقلب يرد يشوف شحال يخسر. ملي الواحد يمشي ليه حاسة الشم ويبغي يردها شحال غيشوف. اكتشفوا علماء على ذكر حاسة الشم في بريطانيا مؤخرا بأن هذوك العمليات ديال تخفيف الوزن اللي كيبداو يحيدوا العباد الله الشحومات والجلود، في الاخر كتأثر وكتحيد حاسة الشم. كاع ما قالوا عليكم هذوك اللي تيكزروا فيكم ولا قلتها لكم. في الاخر الشخص اللي حيد الجلود حيد الشحم باش يخفف من الوزن كيفقد حاسة الشم. اتيود بريتانيك ريسامون بوبليي. فلالة أمينة اليتم ما هوش لعنة. نبينا النبي صلى الله عليه وسلم مات باه باقي ما تزادش وما فرحش حتى بالرضاعة من 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 أمه، وتربى ظروف صعبة جدا. وريو لنا في الصحابة وفي الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كيسخط أو لا كان كيحزن أو لا كان كيدهش وكيخاف. عاوريونا علاش؟ لأن عرف شديك الجملة ديالنا عندي تحد، الله عندك الأحد أحد. قالت ما عندها تحد، ما عنديش أحد، ما عندي تحد. حد راها أليف بالإدغام والحاء والدال، ما عنديش تحد. وهي عندها أحد أحد. وشكون هو أحد أحد؟ إلا عندك الله. ها؟ إلا عندك الله لقيت عندي واحد طويني بلال اللسناء على قد الحال. واحد النشطه كطيح من فاتي الديماري وانا حاصل في واحد الموضع على الخلا والقيفه. يا اوكي غندي ندفعك يا ما عنديش هاد ليك، وانا نقول لي ربي وراه حصلنا هنا انا وياها الدحيشه. وقفوا ريا واحد الكات كات مولاي مولاه كيدير الصيده، وجات بحال هذيك البلاصه باش يقارب يدخل وشال عليا واحد البولات حاطهم في هذاك السطح ديالها. تولى عندنا النهار وهبط السيد بواحد السيارة ديال البلاستيك وجا عندي قال لي مالك؟ قلت له بغيت الديمار. قال لي حل كاب. حل الكابو مشى جبد واحد لابوطا وتيجاب حطهم وتخشى في الكابو وانا مخشي في الطوموبيل جالس. وتنشوف قطع يا ما تقطع ولوح قطع. ناري قلت هذا واقيلا شي مسطي خدام تيلعب لي في الميطير على قد الحال. وتيقول لي ديماري ديمارات. عاوتاني قال لي بلاتي طفي. عاوتاني قاد ما تقاد قاد يا ما تقاد. قال لي يلا الله يعاونك. قلت لي شايف شنو تدير؟ قال لي انا يا ميكانيسيان ديال الطيارات والهوايه ديالي. قال لي الميكانيك وراني بدلت لك شحال من حوايج، درت لك شي بياس عندي. شتي هذيك القزيديره بقات عندي حتى بعتها معمره وتخسرها. شكون اللي وقفوا عليا تما؟ ها؟ شكون؟
عيطت انا للديباراج ما عندي كاع تصل التليفون ديك الساعه باش نعيط نعيط عيط الله اللي ما كاين ما عندك محتاج لا راسي لا والو مرحبا فاصل موسيقي مستمعين نرجع نوصلوا برنامج بكل وضوح. اذا بروفيسور غادي ناخذ اخر مكالمه معنا اليوم لمياء من قلعه السرغنه. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم لمياء. كي دايرين لاباس عليكم؟ كي داير دكتور لاباس؟ شكرا. والله الا كنستافدوا منك بزاف. حبكم الله ورسوله وبشي بارك الله فيك. الله يخليك. عافاك بغيت نعاود لك المشكل ديالي ولكن راه ما عرفتش منين نبدا. تفضل. اوف. شوي عليك. المهم انا كنحس بالفشل بالفشل في كل شيء. شحال في عمرك لالا لبيب؟ عندي دابا 32. مزوجه؟ ايه مزوجه وعندي بليب. شحال في عمره؟ عنده عامين. ولكن المشكل بدا من تقريبا من تقريبا من 5 اللي تعرفت على واحد الشاب و المهم وقعوا مشاكل وحامل واضطريت نتزوج بيه وخرجت من القرايه خرجت من القرايه المهم ولكن ما استمريتش معاه وطلبت منه ورجعت عاوتاني نكمل في قرايتي خليت ليه الولد ورجعت نكمل في قرايتي من بعد هذاك الولد كتشوفي؟ لا وهذا هو من بين المشاكل ما كنقدرش ما عنديش حتى شي احساس تجاه والو بحال ما ودتوش. وهذا الشيء هذا ما كيخلق لك شويه ما كيخلق لك شويه احساس بالذنب هذا الامر؟ وراي كيحس كيخلق لي احساس بالذنب كبير في حياتي ما ولكن واخا كان الفصل ديال مره كنشوف ولكن ما كاينش داك واخا كنتلاقى معاه ما كنحسش ما حيتو شي حاجه. شحال في عمر هذاك الوليد؟ دابا تكون عنده دابا شي 14 عام. وراجلك الحالي في خبار وهادشي؟ او في خبار وكيما ما عودتش الحكايه نيت من الاول قلت ليه غير راني تزوجت. مزوجه متلقاو عندك الوليد. وصافي ومن بعد ملي خديت الباك وعاوتاني خدمت الحمد لله وهذا كانت حياتي زعما هانيه في ذاك الوقت ملي خدمت وكل شيء ولكن من بعد صافي انا في الاول كنت رافضه الفكره ديال الزواج صافي المشكل اللي وقع صافي ولكن مع الايام وهذا وكيجيو فرص وهذا المهم في الاخر المهم تزوجت بعد السيد اللي انا معاه واخا انا كبير عليه بعامين هذا راجل صالح هذا اللي عندك هذا اللي عندك راجلك راجل صالح هذا هذا راجل صالح اللي عندك هذا حيت الراجل الصالح العلامه ديالو هو المحبه والمحنه والاحسان فعلا ولكن انا دابا مازال كنحس بالذنب حيت واخا هكاك كيبقاو بيناتنا مشاكل وكيبقى شوف انا الغضب راه كيقول لي انا خديتك هكا وانت ديجا عندك ولد كبر مني وكيبقاو بعد الخطرات مشاكل كيوصلوا للضرب ومهم حتى بعد الخطرات كنقول علاش وندمت علاش لا 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 ميا شوف الله يهدي عليك شوف الا غتلقي شي واحد معاشر شي واحد ما عندوش معاه لا مشكل لا تخاصم معاه وريه لينا غنصوروا معاه الملائكه راهم ما كاينش معنا في الارض الملائكه راهم في السماء البنادم الخطاء بنادم البشر هذا اللي فيه الدم الحمراء الخطا تابعه يطيح ليه السكر يحمق يطلع ليه السكر يحمق يطيح ليه الطونسيو يحمق يطلع ليه الطونسيو يحمق يتخربق ليه دقات القلب يحمق حنا ضعاف بزاف دابا انت النفسيه اللي فيها نفسيه سهله المعاشره ولا صعبه المعاشره؟ انا صعبه واخا زعما انا حسيت اني خديته غير هكا باش نتسنى نزوجه وصافي هو راجل مزيان وكل شيء ولكن ما قدرتش نبغيه واحد ما كنفكر كنقول هكا مع راسي كنقول علاش ما قدرتش لقيت اني انا فعلا ما كنبغيش تاع راسي ما كنبغيش هو فعلا قال لي شوف راه انت راسك ما انت ما كتبغيش شي واحد كتبغيش تعرف لا لا ما عنده الحق عرفتي كيما الذكاء السيد ديالها هو راه فهمها قول لي هذاك السيد الاول نعم اللي تزوجتي وطلقتي منه علاش طلقتي منه؟ علاش طلقتي منه؟ كنت صغيرة وهو نيت ما كانش ما كان خدام ما والو غير جمعونا مالين دار وفي دار وصافي في دارهم وصافي
ما كنت صغيره ما عرفت والو، انا اصلا ما عرفت كاع كيفاش تا شحال كان في العمر ديالك ساعه؟ كنت عندي شي 15 عام هكاك. دابا بالنسبه لك انك تعاود تربط العلاقه مع هذاك الوليد الاول، واش كتعني؟ كتعني انك الا ربطتي العلاقه غترتكبي خطا ولا غترتكبي خير؟ ما تخلي يفكرني بداك الماضي الاليم اللي ما كنحملش حتى مجرد نفكر فيه، لان الطريقه باش يوقع لي داكشي ما واحد ما شنعاود لك. عندك امكانيه تاخذ استشاره ديال شي طبيب نفساني وتبع عنده راه غادي يفيدك. ما عرفتش حيت دابا النفسيه ديالك مضره، عندك النفسيه ديالك مدقدقه. وهنا عافانا الله يهدي عليك لمياء، غنصحك لابد ما تشوف اما في مراكش ولا عندك الفرصه تجي الدار البيضاء، نعطيوك اسماء ديال الخبراء هنا كنعرفوهم في الدار البيضاء. لابد ما دير واحد التتبع، واخا واحد جوج نوبات ولا ثلاث نوبات في الشهر، ولكن لابد ما دير واحد التتبع نفسي، غيفيدك بزاف، غادي تطهر هاد المسائل في نفسيتك، غادي تنقى وغادي تقوي بشوي بشويه. يا ريت دكتور، هذا الشيء مأثر لي على حياتي بزاف، على علاقتي مع راجلي، مع ولدي دابا كنتعصب معاه. شنو بغيتي نعطيوك اسماء في مراكش ولا نعطيوك اسماء في الدار البيضاء؟ شنو بغيتي؟ لا في مراكش اخي، انا قريبه هي لمراكش. ايوا هنرجع معنا للدار، خلينا انا لمياء الا سمحتي نرجعوك للستاندار. لمياء من قلعه سرغنا، ناخذوا عثمان من قبيله هو معنا. مرحبا. الو عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. من الدار البيضاء. كي دايره السيده سناء لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك سي عثمان. كي دايره سيدي بخير؟ لاباس سيدي عثمان الله يخليك. نهار كبير هذا سيدي كندوي معكم فيه. الله يخليك وطولي عمرك. كنشكر لكم بزاف على البرنامج سيدي. لا شكرا على وجهي. والله إلا كنشكر لكم بزاف، كما كنقولوا باللغه ديالنا هذا نهار خليط هذا اللي كنشكر. أييه نهار خليط هذا، والحمد لله كنشكر الإذاعة على أنها اكتشفت لنا واحد الكنز اللي كيف احبكم الله ورسوله اخويا. لا اله الا الله، خير على النصائح اللي كيقدم. بارك الله فيك. وران تعتوا زعما بالعلم ديالكم يعطيكم الله سبحانه وتعالى، تعتوا به الناس بزاف، الله يجزيكم بخير. انا شخصيا بعدا كنتابع البرامج ديالكم واستفدت بزاف من هاد التحليلات ديالكم وداك الشيء، والحمد لله اللي كنحاول نفعلها في البيت ديالي ومع راسي. احبكم الله ورسوله سيدي عثمان. الله يجزيكم بخير بزاف استاذ، انا كنشكركم بزاف على هذا زعما برنامج علمي قيم، افكار نيره واللي زعما كنستانسوا زعما صراحه في الانصاف. شكرا سيدي عثمان، احبكم الله ورسوله خويا. مرحبا مرحبا سيدي عثمان. شكرا. الموضوع ديالي تفضل اخويا تفضل. دابا انا استاذ ما عرفتش شنو نبدا، نحسن حولي على شنو نبدا. تفضل عيشي عليك عيشي عليك. دابا استاذ انا عندي واحد، انا متزوج وعندي 33 سنه في العمر ديالي، وعندي شي بنات اللي كنحبهم بزاف وكنحماق عليهم. بارك الله. وعندي زوجه ديالي اللي كنبغيها بزاف، يعني انا جيتي بوكو انا فامي زعما الفويي ديالي كنبغيه بزاف وداك الشيء. الحمد لله. واللي بغيت زعما كنبغي ندير كل ما في جهدي باش نرضي هذه الاسره اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، وهذه البنات اللي عطاني الله عز وجل، الزوجه اللي عطاني الله تعالى، اللي كنشكر الله تعالى عليها. غير المشكل ديالي يا استاذ هو انني بغيت كما كنقول حنا قبيلة شويه مع والدينا ما كانوش عارفين بزاف ديال الحوايج وهذه وهذه، و يعني ولدنا شي اضطرابات وداك الشيء من فوق الفهم ديالهم، حتى العلاقه كان علاقه دول وداك الشيء. دابا حنا ما كنلومهمش ولا شي حاجه، ولكن غير انا بغيت نقول كما كنقول الاستاذات نتنقى من هذاك الشك اللي بقى ليا وداك الشيء، باش هاد الدرع اللي عطانا الله تعالى يعني نعتني بها ونتهلا فيها وما يقيسهاش هذاك الشيء اللي خاصني انا. دابا الموضوع ديالي انا دابا في الاول بغيت نبدا من كيفاش بدا عندي المشكل. كيفاش بدا من الاول المشكل؟ دابا كيف قلت استاذ الاج دو 17 انا معايا في عمري 39 سنه. الاج دو 17 تعرفت على شي ناس مثلين شي جماعه اسلاميه. ومن بعد تعلمت معاهم زعما كيفاش، يعني اللي تعلمت منه هو السيستميك يعني طرف من الدين غير السيستميك. ما تعلمتش حاجه اللي هي كما قال اللي هي زعما كفكر كفكر، وانما تعلمنا غير السيستميك في ذاك الوقت، تصوم مره في الاسبوع، تقرا واحد يد ديال القران الى اخره.
هاد يعني هاد الانتيغراسيون ديال هاد هاد الجماعه ديك لا نوسيون دو بيرفورمانس ديت كت سي با في اون موا اون ماتيير دو براتيك ريليجيوز au point où je suis devenu يعني, vigilant à l'égard يعني, des actes, des paroles, des choses. Au point de. Au point d'accéder soi-même, j'en ai dit pour qui. Je n'arrivais pas à se faire des années car j'avais des difficultés à s'intégrer. Le fait que je ne peux pas parler avec spontanéité avec les gens, ni des années qui me prédominent, qui me principent et je définis mes vrais sentiments, ma vraie personnalité. Alors qu'au fond de moi-même, je savais jamais que c'est absurde. Je n'arrivais pas à chasser ces piliers noirs. J'ai quitté en 1994. Mais j'ai enduré beaucoup de mal en n'arrivant pas à me libérer de cette idée qui me pourchasse. Chaque fois que je m'adresse aux gens, j'ai rencontré des étudiants merveilleux. On était 4 étudiants, même pas des jeunes. Mais le fait de ne pas pouvoir s'intégrer facilement m'a fait beaucoup de peine. Eux ne comprennent pas quel est mon problème. J'avais besoin de l'affection, de l'amour, de l'intégration, mais c'était difficile avec l'entraide tellement que j'avais. Un jour, on est allé voir le résultat de l'examen en 95, on était 3 étudiants. L'un de nous a vraiment peur de ne pas pouvoir réussir, au point qu'il a suscité l'empathie de tout le monde. Ceci m'a intrigué, je me suis dit, moi aussi j'ai besoin de cette empathie. Et peut-être cette peur de résultat de l'examen va nous procurer l'empathie. Mais l'échec du chou, dès qu'il y en a peut-être, j'ai besoin de cette force, de résultat de l'examen. Il va me procurer l'empathie et l'intérêt de faire. Depuis ce jour, je suis devenu victime d'un deuxième trouble, qui est la peur, qui n'est pas fondée. Parce que, par conséquent, j'avais des troubles et lumières. Le bail est bien très fréquent à la salle de bain pour résoudre plus de lumières. D'après le neurologue que j'ai fréquenté pendant 8 mois, je n'ai rien dans l'appareil urinaire. Je me suis rendu compte que c'est à cause d'un du malaise psychique que j'ai. Aujourd'hui, il n'y a pas un désir. Je souffre, j'entends des fois un petit son dire. Et je me culpabilise à cause de cela. سيدي عثمان إذا سمحتي الله يطول عمرك هنا أول حاجة غنصحك بغيتك تشوف سواء النوغو بسيكياتر ولا النوغولوك الله يرضي عليك ولدي عثمان إلى امبورطون مهم واحد الحاجة بزاف ما ديرش لوطو أنانيس تنصح بها الحباب ما ديروش لوطو أنانيس المعلومات اللي تنعطيكم والنصائح اللي تتسمعوا ولا في البرنامج عندنا ولا في برامج اخرى ولا في مواقع في الانترنت ولا في كتب ما تحاولوش بوحدكم ما يمكنش الانسان يداوي سنتو راسه كيمشي لعند طبيب سنان ما يمكنش نحسنو شعرنا راسنا كنمشيو عند الحلاق فعلاش كتظنوا بان الانسان بوحده يقدر يشوف خبايا او اضطرابات نفسيه بنفسه راه ما غيمكن لكش تشوف الا البلاصه اللي غتقدر تشوفها اما البلاصه اللي ما غتقدرش تشوفها اللي ما عندكش القدره ما غتبانش وتما فين كاين الخلل سي عثمان لاحظ معايا انك بقيتي كتكلم بالعربيه ولقيتي اللي دويتي على واحد الانتماء لواحد الناس